السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج برفقة والدي. هذا البرنامج الذي يختزل المعنى المميز والفكرة الجميلة حول استضافة أحد الآباء برفقة أبنائه في جولة ترفيهية مختلفة المعنى والفقرات في مناطق سياحية مختلفة في المنطقة الشرقية. وجهتنا اليوم وجهة تاريخية تعود فيها بالزمن إلى ما قبل أكثر من 100 عام، برج الرابي، أبرز معالم مدينة خورفكان ومسارها الجبلي الشهير. وراح نزور أيضا برج العدواني، المنارة القديمة لميناء خورفكان. تفاصيل جميلة في انتظارنا، أنا متشوق لها. ولكن قبل هذا كله خلونا نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، الأخ محمد علي النقبي أبو علي وأبنائه. سلام اخوي مسعود، حيا الله ابو علي. الله يحييك يا مرحب. محمد شحالك؟ طيب شخبارك؟ طيب هل بالابطال؟ السلام عليكم. عليكم السلام، شخبارك؟ طيب. وانتي؟ سلام عليكم. سلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمه الله، شخبارك؟ طيبه. زينه. الله يسلمكم، الله يحفظكم. شخبارك ابو علي؟ الحمد لله، طمنا عنك. اللهم لك الحمد. في البدايه نبي نتعرف عليك ابو علي ونعرف المشاهدين يعني من هو محمد علي النقبي. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير على الاستضافة الجميلة في مكان جميل وفي معلم من معالم خورفكان اللي هو برج الرابي. معاكم أخوكم محمد النقبي أبو علي، ومعروف أبو علاوي، دائما يزقروني أبو علاوي. نعم. من أبناء مدينة خورفكان، من مواليد حتى منطقة اليرموك، وساكن الحمد لله في منطقة اليرموك. كانت يعني موظف في الحكومة الاتحادية، وعقب قررت أني يعني افتح لي شبكه ما شاء الله، وسميتها شبكه حصن خورفكان، رمز من رموز معالم خورفكان اللي هو حصن خورفكان اللي هو سوق شرق. جميل، والحمد لله رب العالمين. احنا متابعين الحساب هذا، الله يجزيك. حساب جميل فعلا مميز. نبي نتعرف على الاطفال الحلوين هذي الجميلين اللي ويانا اليوم. اول شيء اتعرف على هالبطل، قول لي شو اسمك مره ثانيه. عمر. عمر. عمر علي النقبي. حي الله يا عمر. والنعم، صف كم عمر؟ ثاني. صف ثاني. ها، شو تحب عمر؟ شو تحب تلعب؟ كورة ولا تحب الرسم ولا شو تحب؟ أحب ألعب كرة قدم. إنزين، وأنتي يا سلمة شو أخبارك؟ شو تحبين؟ قولي لي، صف كم أنتي سلمة؟ أنا صف رابع ابتدائي. شاطرة في المدرسة يا سلمة؟ أكيد أكيد. شو تحبين؟ قولي لي شو هواياتك؟ أنا أحب الرسم والسباحة. تحبين السباحة؟ في بعض الأهالي يخافون من السباحة. أحبها. تحبينها؟ تحبين الرسم بعد؟ هي. شو أكثر رسمة يعني رسمتيها ويعني وايد تتذكرين تحبينها في البداية؟ رسمت العائلة والورود. ما شاء الله عليك، يعني محبة للطبيعة بعد. ودائما إن شاء الله نشوفك سلمة وعمر، نشوفهم إن شاء الله أبو علي في أعلى المناصب، وتكون عندهم طموحات كبيرة إن شاء الله مثلك يا أبو علي. الحمد لله رب العالمين. وأنا أنصح يعني دائما الوالد أو يعني الأب يكون دائما قريب من عياله. اكيد. ودائما يحفزهم على انه يكونوا قريب من حتى الكاميرا، لان عيالنا الحين حاليا يعني اخلي العيال دائما قريبين من الكاميرا ويعرفون يتكلمون قدام الكاميرا. وايد مميزات لها، كسر حاجز الخوف. صحيح. الجرأة على الكلام وامور. صحيح. كثيره. صحيح. احنا اليوم مثل ما ذكرت في هذه الوجهه الجميله، برج الرابي، هذا المعلم يعتبر من ابرز معالم مدينه خورفكان، بناخذ فيه جوله اضافه الى جولات اخرى ان شاء الله راح نزورها في معالم اخرى في مدينه خورفكان. جاهزين؟ نتشرف فيك. جاهزين ويانا انت شباب؟ جاهزين. اذا برفقه والدي مع عائله محمد علي النقبي راح ناخذ جوله جميله ان شاء الله مميزه، تابعونا. برج الرابي يعني هو من المعالم السياحية والتاريخية أيضا لمدينة خورفكان، والهدف من بناء برج الرابي كان طبعا هو الهدف لمراقبة العدوان والحماية للمدينة. صحيح. سلمة، احنا الحين فوق اليبل، تعرفين كم ارتفاع المكان احنا مرتفعين فيه؟ هي أنا عرفت، تعلمت في المدرسة تقريبا 400 متر. ما شاء الله عليك، حلوة المعلومات هذه. صحيح. جميلة. اليوم احنا موجودين على ارتفاع
تقريبا مثل ما قالت 400 او 395 متر عن سطح الارض. يعني الارتفاع هذا ايضا انت لو تجيبه ببالك ابو علي كيف نبنى ارتفاعك يعني 400 متر، وهذيك الايام ما في عده وما في يعني مثل الشياول والعده الثقيله يعني، وما شاء الله اجدادنا صح. بنوه في يعني على على يعني ربوه سمي لها السبب برج الرابي. صحيح. عمر انا بسال عمر سؤال، متى انبنى برج الرابي؟ 1915. ما شاء الله عليك، كيف تعرف انت؟ منو علمك المعلومه هاي؟ بابا. ما شاء الله عليك. اذا 1915 الى اليوم اكيد في يعني ذكريات تاريخيه باقيه في هذا المكان مثل ما نشوفه، واصبح اليوم ايضا وجهه سياحيه مميزه. صحيح. كيف ممكن نعلم ابنائنا ابو علي يعني بعض المعلومات الجميله هذه والتاريخيه؟ والله انا الحين مع انك تجلس مع عيالك تقول لهم عن برج الرابي، عن المعالم اللي في خورفكان، عن مينا خورفكان، عن برج العدواني، وتاخذ المعلومات حتى من الاجداد يعني. صح. او تاخذ من الاباء القدامى يعني. نعم. تاخذ عنهم معلومات وتشرحها لعيالك بصوره مبسطه، والعيال ما شاء الله عليهم الحين نبيهين. عندهم اطلاع ما شاء الله عليهم. ولو قلت لهم 1915 بيدخلون الانترنت وبيقعدوا يستكشفوا هالشيء. جميل. اذا مشاهدينا بننتقل من برج الرابي مع عائله ابو علي الى الممشى الجبلي مع الاطفال الجميلين، ويلا ابو علي نتعرف على هذا الممشى. مسار الرابي الجبلي مسار مميز لمحبي الرياضة، لابد أن يحتاطون طبعا من خلال زيارتهم لهذا المكان. أبو علي أنت زرت المكان، شو أهم النصائح اللي تقدمها؟ زرت المكان هذا وأنصح في الصيف وفي الشتاء أنك تلبس الملابس المناسبة. نعم. دائما من حذاء، من ملابس ثقيلة أو خفيفة صيف أو شتاء، وتأخذ معك ماي وانصح في يعني الكبار يرتادونه ما في مشكله، بس اذا كان عندك صغار دائما تكون حذر يعني، ان المناطق فيها انزلاق وفيها اللي هي المنحدره. جميل. سلمى انت جيتي وركبتي المسار هذا؟ تحبينه ولا تحبين سباحه اكثر؟ احب السباحه اكثر. تحبين السباحه. وعمر تقدر تركب؟ عمر يقدر. وين ترى؟ هناك في قمه كبيره هناك أعلى وحدة فوق، تشوفها؟ هناك القمة. لكن نشوف ما شاء الله الخضار الموجودة على الجبل هذا بعد هطول الأمطار الفترة الأخيرة، ما شاء الله المنظر أصبح جميل على الجبل. زاد الجمال جمال، الحمد لله رب العالمين. زاد الجمال جمال، وخضرة دائما جميلة في هذه الأماكن الجبلية نادرا ما نحن نشوفها يا أبو علي. راح نلتقي وياكم في مكاننا وجولتنا القادمة هناك في برج العدواني، تابعونا. وصلنا لهذا المكان الجميل برج العدواني، وخذنا جولة أنا وأبو علي في هذا الممشى، الممشى المهيئ والمعبد طبعاً للكل مكان الوصول لقمة طبعاً هذا الجبل. شو رأيك أبو علي في المكان وبرج العدواني؟ هذا البرج معلم من معالم خورفكان الجميلة صراحة، اللي تم مؤخراً يعني عمل حتى اليبل اللي كان ما موجود، وكانوا آبائنا وأجدادنا يتكلمون عنه يخبرونا عنه، وجزاه الله خير سمو الحاكم تم إنشاء هذا الجبل وهذا البرج. صحيح. في سنة 2018 وشفناه على الواقع، وشفنا كيف كانوا يعني السفن لينتي يعني من هني من هالبرج كانوا يرفعون لهم إضاءة أو نار. صحيح. أو
عسى بيعرفون ان هني في يبسه، فإذا الله خير سمو الحاكم حافظ على الموروث. نعم، والتراث هو إعادة ولادة هذا المكان. صحيح، بشكل يعني انه يكون مكان سياحي، مكان الناس ممكن تزوره. وايضا يعني مشاهدينا، تم إعادة بناء البرج بهذا الشكل، هذا الشكل بنفس الشكل بنفس الشكل اللي كان موجود في السابق. خورفة كان بالسابق كانت أبو علي مدينة تجارية، والسفن اللي كانت تمر على هذه المنطقة كانت لها مرسى أساسي ومعبر تجاري للكثير من طبعا الدول الأخرى. من أهم معابر دول الخليج كان معبر مينا خورفة. مينا خورفة كان يكلمونه، كان الآباء والأجداد على هذا المعبر، وانبنى برج العدواني كإرشاد السفن إلى اليابسة. لذلك اليوم بناء هذا وإعادة بناء وجوده اليوم هو مهم جدا للأجيال. صحيح، علشان يتعرفون على تاريخ مدينة خورفكان. بعد جولة جميلة أخذناها بصحبة عائلة أبو علي والأماكن المختلفة اللي زرناها، هي طبعا لعدة أسباب ممكن احنا نستفيد منها، منها تغيير الجو، تغيير النفسية، وأيضا اكتساب بعض المعلومات خاصة من خلال هذه الأماكن التاريخية هني في المنطقة الشرقية. شو رأيك أبو علي في هذه الجولة اللي أخذناها؟ أنا أشكركم على هالجولة الجميلة اللي يعني أنا استفدت منها حتى كمعلومات جديدة عندي، وخضيت معلومات وعطيتكم معلومات لعدنا من يعني آبائنا وأجدادنا اللي كلمونا إياها يعني، وقالوا لنا عنها من قبل إنه موجود كان برج العدواني وإحنا ما شفناه. صح، بس الله يجزيه سمو الحاكم رد بناءه في 2018 وعرفنا أصلاً ليش يعني برج العدواني موجود من قبل. ومع نهاية جولتنا مع عائلة أبو علي والأطفال الحلوين جميلين، نختم جولتنا طبعاً بأخذ هذه الصورة. يلا عمر ابتسم. ونلقاكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج برفقة والدي. في أمان الله.